رح ناخذكم لأهم الأحداث اللي صارت بنفس تاريخ اليوم اللي هو 30 أبريل. ونبلش في أول حدث. سنة 1970 بلغ عدد السكان الكويتيين بحسب الإحصائيات الرسمية 345,898 نسمة. الله يزيد ويبارك. آمين. إن شاء الله. وأيضا في عام 2012 تسلمت الكويت رسميا ناقلة النفط بنيدر من شركة دايو الكورية الجنوبية. أما في عام 2014 مجلس الأمة يوافق خلال مداولته الأولى على قانون حماية البيئة وعلى قانون إقامة الأجانب خلال مداولته الأولى. وعلى طاري البيئة، يعني نتمنى إن شاء الله أن يشدون حيلهم أكثر بسبب الأزمة الكبيرة اللي صارت. نعم. اللي شمينا ريحتها. هذا الخبر يعني وايد زعلني. نعم. وأعتقد أكيد زعل كل الكويت، لأن يعني بيئتنا البحرية هي تاريخنا في البحر. وتخيل أن أنت بالكويت وما تقدر تستمتع بالبحر، ما تقدر تسبح فيه، وما تقدر تاكل السمك والربيان اللي ينصاد منه. والحداق، يعني في شباب وايد يستمتعون بالحداق. طبعا ان شاء الله البحر بالنسبه لنا ترى مثل الهواء اللي نتنفسه. 100%. فباذن الله ان شاء الله نتجاوز هذه المحنه ويحل هذا الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله.